انضم إلينا الآن دكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عاطف. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. نعم، استثمارات سيناء السياحية طبعا بجنوب سيناء، خاصة نحن كمصريين مرتبطين جدا بهذه البقعة الغالية من أرض مصر، سيناء وجنوب سيناء. كيف استثمرت القيادة السياسية في مصر ثروتنا وكل هذه المظاهر الخلابة السياحية في جنوب سيناء؟ الحقيقة يعني حضرتك أي حد بيجي النهاردة جنوب سيناء بينبهر بالشبكة الطرق العظيمة اللي اتعملت، البنية التحتية اللي اتعملت في جنوب سيناء ما اتعملتش يمكن في 50 سنة سابقة. الحقيقة يعني في عندنا شرم الشيخ حصل فيها، مدينة شرم الشيخ مدينة السلام حصل فيها تطوير غير عادي، أصبحت مدينة سياحية دولية عالمية على أعلى مستوى، على مستوى السياحة وعلى مستوى كمان المؤتمرات السياحية الكبيرة زي الكوب 27 وزي مؤتمرات الشباب وزي أي مؤتمر عالمي بيحدث على أرض شرم الشيخ. الحقيقة من تطوير لمطار شرم الشيخ، مطار شرم الشيخ أصبح مطار دولي يستقبل كل جميع الطرازات من الطائرات المختلفة. قبل كده كان طبعا يعني يستقبل عدد معين أو أنواع معينة من الطائرات، النهاردة مطار شرم الشيخ حصل فيه تطوير نوعي كبير جدا في مطار شرم الشيخ، في تطوير كبير جدا في سانت كاترين، مشروع التجلي الأعظم، مشروع يعني في مشروع رهيب ورائع. الحقيقة ده هينقل مصر نقلة نوعية في السياحة السياحة الدينية والثقافية على مستوى العالم، لأن حصل تطوير لهذه البقعة المقدسة من أرض سيناء، من فنادق، من قرى سياحية صديقة للبيئة، من تطوير طرق، من إضاءة صديقة للبيئة، نوعية الإضاءة نفسها كمان، نوعية التطوير اللي هو بالحجر وبالشكل اللي هو يتماشى مع البيئة اللي موجودة هناك. راس سدر حصل فيها تطوير كبير جدا من فنادق، قرى سياحيه، طرق، كمان فيها حصل فيها زراعه كمان في منطقه راس سدر، الزيتون وحاجات فيها تصنيع بيئي برضو، زيت الزيتون والمنتجات كبيره، سواء في كمان في دهب حصل فيه تطوير في مدينه دهب كقرى سياحيه، كفنادق، كمولات بشكل كبير. أصبحت السياحة ليست فقط شاطئية ولكن أيضا ثقافية روحانية يجي إليها السائح من القاهرة ويذهب إلى جنوب سيناء وكل شغف. طبعا، لأن حضرتك مدينة سانت كاترين والمنطقة بتاعت وسط سيناء دي حصل تطوير فيها، مشروع التجلي الأعظم ده هيبقى مشروع كبير جدا جدا وهيفتتح بعض منه باذن الله، اول يعني السنه القادمه الفتره اللي جايه هتفتح بعض المشروعات اللي هتكون خلصت. نعم. ومطار سانت كاترين حصل فيه تطوير، الحقيقه تطوير كبير جدا وهيتفتح قريبا جدا باذن الله، يمكن مع العام القادم ان شاء الله الجديد. ده هينقل حركه من والى، سواء السياحه الداخليه او هينقل كمان سياحه من كل الدول المحبه لهذه البقعه، من الخليج هيجي طيارات، من قبرص، من اليونان، من الاردن، من دول كثيره حوالينا، من ايطاليا. يعني اقصد المطار هيبقى فيه خدمه، هيبقى دولي ويستقبل طائرات ذات طرازات معينه في مدينه سانت كاترين. قبل كده احنا ما كانش فيه، ما بنستقبلش غير انواع معينه من الطائرات وما كانش فيه خدمه ليليه طول عمره. دلوقتي بيتطور المطار الى مطار دولي يستقبل انواع طائرات كثيره، وده هينقل وهيجيب حركه سياحيه رائعه في مدينه سانت كاترين، لان كمان مش بس سياحه دينيه واللي احنا بنخطط له والدوله بتخطط له، في سياحه ثقافيه، في سياحه تسلق الجبال، في سياحه السفاري، في سياحه الهجن، وفي سياحه العجل اللي هو بيبقى فيه مسابقات
دراجات. الحاجات اللي هي الرياضيه الدراجات، يعني بقصد ان في حاجات، في كمان سياده المحافظ والدوله والقياده السياسيه مهتمه جدا بانواع معينه من زراعه انواع الزيتون. طبعا الزيتون وزيت الزيتون احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين خدنا دلوقتي تفوقنا على اسبانيا وعلى اليونان في جوده الزيتون. الزيتون وزيت الزيتون كان هم دول يعني اليونان واسبانيا كانوا دايما سباقين على مستوى العالم في الدرجه كدرجه اولى من النقاء. سانت كاترين العلماء اللي حللوا وشافوا الزيوت بتاع سانت كاترين تفوقت على الزيوت اللي موجوده في اسبانيا او اليونان نتيجه لجودتها ونقائها الشديد، لان مدينه سانت كاترين ترتفع عن سطح البحر حوالي 1500 متر. ده ادها ميزه الزراعه والطبيعه الزراعيه اللي موجوده فوق بتروى من الامطار، والتربه بتاعتها الى حد ما رمليه صخريه فنقيه جدا جدا. نعم فبتطلع انتاج رائع، الى جانب العسل برضو في مناحل للعسل هناك. يعني بقصد ان في انواع زراعه وثروات مهمه جدا واعشاب مهمه جدا بدات الدوله تنتبه ليها ان هي تطور زراعه الاعشاب الطبيه العظيمه اللي هي ما بتطلعش غير في مدينه سانت كاترين وفي جبال كاترين، وده ادانا ميزه لان دي هتبقى الاعشاب دي بتخش في علاجات سياحه علاجيه تصبح سياحه علاجيه. وفي يعني مشروع كبير ان هيتعمل مشفى يعني على اعلى مستوى استشفائي عالمي بيتخطط ليه في البقعه ديت. يعني نعم دكتور عاطف عبد اللطيف، طبعا دهب وهي كانت كل العالم ينصح ويرشد الناس إلى الواجهة السياحية دهب لما لها من مظاهر خلابة وهادئة ونظيفة أيضا. تذكر أيام كورونا كان العالم كله يوصي بالذهاب إلى دهب، حدثنا عن دهب وما بها. دهب بتمتاز بجو وطبيعة وجبال رائعة مفيش مثيل لها في العالم. في البلو هول يعني الناس بتنزل تغطس في أنواع أسماك وأنواع شعاب مرجانية مش موجودة زيها في العالم. بيجي ناس من جميع غطاسين يعني أو سياح من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بالطبيعة بتاع الدهب. أهل دهب طريقة الحياة في دهب بسيطة جدا، يعني في ناس دلوقتي الحمد لله رب العالمين أصبحت أجانب كتير جدا أصبحوا مقيمين بصفة مستمرة في دهب وبيعملوا من في زمن الكورونا بقى في حاجة تغير كبير أوي. في ناس كلها كتير قوي بتشتغل من دهب وهي على اللابتوب بتاعها، يعني هو الناس قاعدة دلوقتي بقت مقيمة أونلاين وشغالة مثلا في كأنه قاعد في إيطاليا، كأنه قاعد في ألمانيا، كأنه قاعد في إنجلترا، كأنه قاعد في أي دولة. هو شغال باللابتوب وحاجته بشغله دهب. من مدينة دهب لأن فيها الأمن والأمان والاستقرار والطبيعة والجو وحسن الضيافة والإمكانيات. فيها فنادق وفيها مخيمات دائما إن شاء الله جداً. سيناء بأكملها هي الأمن والأمان والجمال كله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، شكرا جزيلا.